السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اسمي لين قنش من إدارة تعليم جدة. الحمد لله أنا مرة فخورة إنه إحنا وصلنا لهذه المرحلة، وإن شاء الله في المستقبل نسوي إنجازات تخلي المملكة فخورة فينا. طموحي في هذه المسابقة أول حاجة أهتم فيها هي الخبرة اللي أخذها من هذه المسابقة، العلاقات اللي ممكن أكونها مع الناس، مع الناس في المناصب العالية، وأتعلم منهم من البروفيسورز دكتورز، وإن شاء الله كمان يعني نهدف لميدالية ومركز كبير عشان تخلي المملكة فخورة فينا. مشروعي هو كينيتيك سيميوليشنز اوف امونيا اند هيدروجين كومبشن اندر غاز تيربين كونديشنز فور سي او 2 ريدكشن. اخترت هذا المشروع لانه في البداية هو كان اول مرة اشتغل في هذا المجال اللي هو الكيمياء، كنت مرة مهتمة في هذا المجال وكان نفسي اسوي بحث فيه. هو اول حاجة بدأ من ماما وبابا واخواني، هم ساعدوني في البداية، بعدين كان يساعدوني مؤسسة موهبة، جامعة كاوس، وكمان مدرستي ثانوية الموهوبات. أحس أهم حاجة كانت تساعدني أني أسوي هذا الشيء هو شغفي، لأنه الناس اللي ما عند يعني شغفهم مو كفاية أو ما هم مهتمين في هذا المجال ما حيحاولوا قد ما يقدروا. فالحمد لله أنا كنت مهتمة وحاولت قد ما أقدر، والحمد لله وصلت. إن شاء الله يا رب نرفع رأس الوطن كلنا إن شاء الله.